بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كذلك قال. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وعلى المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات. أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صدق رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. صلوا على محمد وآل محمد، والليل جمعة بأعلى أصواتكم. حديث النبي صلى الله عليه وآله يأخذ طابع الجدية، وفيه الواقعية، لأنه لا يتحدث هزلا ولا يتكلم عبثا، إنما منطقه منطق الجد، وكلامه الكلام الذي يحاكي الواقع 100%، لا فيه خيال ولا فيه احتمال،
إنما بما هو يناسب الواقع. ليش؟ من جهة كونه نبي رسول موكول إليه أمر الأمة أن يبشرها وأن يحذرها، يبشرها بما هو ثواب تستحقه، ويحذرها بما هو عقاب ممكن أن تقع فيه. والمحاذير كانت تحوم. لعله غدا إن شاء الله تعالى نتناول بحثا يناسب هذه الفكرة وفيه من التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هذه آية تتحدث عن موضوع بحساسية وبمستقبل وبغيب وبتحذير وبقضية مخصوصة نوقف عليها باشر، تتناسب ويا هاي الفكرة الآن اللي تكلمنا بيها، أن النبي يحذر من المخاوف ومما هو واقع وجدي سيقع في المستقبل. فالنبي من جهة نبي ورسول ومأمور بأن يبشر ويحذر، ومن جهة أن يضع نقاط مهمة ويرسم مسار واضح للناس تكون بنسبة كبيرة من الاستيقاظ للناس، يحذرهم من اللي راح يوقعهم بالفتنة ومن اللي راح يطلعهم من الفتنة، يحذرهم من اللي راح يأخذ بهم إلى الضلال ومن اللي راح يأخذ بإيدهم إلى الهداية. هذه من وظائف النبي. فلذلك هاي المقدمة ريدك تساعدني بها، أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم جدية واضحة، وفي كلامه واقعية. فهذا الحديث الذي يتفق عليه جمهور المسلمين أن موقع ومرتبة ودرجة ومكانة أهل البيت هي كسفينة نوح. احنا من نسمع بسفينة نوح تلازمنا في أذهاننا أشياء، تحضر في أذهاننا أشياء، الطوفان، الغرق، النجاة، وما يلازم سفينة نوح، يعني من حيث الأسباب والمقتضيات والخلفيات والظروف والنتائج. شنو أحاطت بقضية نوح وسفينة نوح، وما هي الأمور التي كانت متوفرة في قضية نوح من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها. فالنبي عندما يضع أهل بيته منزلة سفينة نوح يعني كملازمة، لأن حديث النبي حديث جد، وحديث النبي حديث واقع، يعني الأمة راح تتعرض للضلالة، يعني المجتمع راح يتعرض للغرق. سفينة النجاة منه؟ الأسباب اللي تأهل الناس للضلالة شنو؟ التوفيقات والإرادة المتوفرة عند الأمة للهداية بمن راح تتوفر؟ هذا الواقع اللي يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا قلت لك حديث باكر وكلام باكر متمم لمجلس اليوم مع شرح هذه الآية الكريمة اللي على ما أتخطر في بالي، الآية من سورة الإسراء اللي تتحدث عن موضوع غيبي، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وتتحدث عن رؤية شافها النبي، وتتحدث عن تخوف مستقبلي، وتتحدث عن تهديد، وتتحدث عن فتنة، وتتحدث عن شجرة ملعونة في القرآن، واقع مو من جيبك جايبة ولا شلون ما كان. فهذا الحديث اللي نطق به رسول الله صلى الله عليه، إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لأن هناك انعطافة حادة راح تمر بها الأمة، ممكن تضيع القرآن، ممكن تضيع الإسلام، ممكن تضل الناس ضلالة إلى حد تصل إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال وتسلط الأشرار. وتنبأ بها النبي صلى الله عليه وآله، وهي تبدأ بغياب عنصر مهم يساعد الناس على الهداية والصلاح، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مجتمع حس يسكت عن الغناء، يسكت عن المحرمات، يسكت عن الغش بالسوق، يسكت عن الربا، يسكت عن بيع الخمر، يسكت عن المخدرات وما شاكل،
بمرور الأيام المجتمع كله يتحول إلى هذه القضايا بنسبة كبيرة جدا، والصالح يكون موقفه ضعيف لأن كثرة الناس وكثرة الباطل، مع انعدام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم يمكن بباب الجامع يبيعون المخدرات، يمكن الغناء هنا يشغلون بباب المسجد. ليش؟ هو هاي طبيعة الخطأ إذا تسكت عنه، الباطل إذا تعطيه مساحة، الظلم إذا يأخذ راحته بالعمل، وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه النقاط، وأن موقف بني أمية في بداية الإسلام وخصوصا في نهاية المطاف بعد الفتح وبعد معركة الأحزاب راح يتحولون إلى نار تحت الرماد في أي لحظة تقب، وردة فعلهم إذا مسكوا زمام الأمور مثل ما نطق أبو سفيان: تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. هاي ردة الفعل لما رجعت الأمور إلى بني أمية، كيف آلت الأمور، كيف أنتجت في المجتمع. شوف، وإلا مضت خلافة أبو بكر بما فيها، ومضت خلافة عمر بما فيها، لكن خلافة عثمان احتوت على بعض النقاط الحرجة. النقطة الأولى هي عودة الفاسدين، عودة المطرودين، عودة الناس اللي النبي طردهم، مروان النبي طرده، شخصيات النبي طردهم من المدينة، من المؤسسة الإسلامية طردهم، من الحكومة الإسلامية طردهم، من البرلمان طردهم، ما انطاهم موقع، ما انطاهم مجال، ما انطاهم دور، لأن ذولا مفسدين. عثمان أول ما ترأس وصار خليفة للمسلمين رجع بني أمية، رجعوا. وإذا مروان المطرود، مروان المنبوذ، مروان اللي لقب بالوزغ ابن الوزغ، يصير مستشار الخليفة، الختم بإيده، يختم الختم الرئاسي بإيده، الكتب اللي تطلع من مروان، اللي تجي يستلمها مروان، خمس غنائم أفريقيا أخذها مروان كله، خمس غنائم أفريقيا مال قارة كاملة، اللي هو يعيش دولة، ميزانية دولة. شلون قاعد يصير عندك بواقعك السياسي وبواقعك الاجتماعي هاي القضايا؟ مو تشوف هذا قدام عينك، مروان خمس أفريقيا أخذه ويصرف به، وأبو ذر خبزه ما عنده، أبو ذر يريد له خبزه بالليل يأكلها وينام ما عنده، وأبو ذر صحابي، صحابي من أصحاب رسول الله. وروح شوف في حكومة عثمان شنو اللي صار على أبي ذر، نقلوه للشام، من الشام ما تحمل معاوية رجعوه للمدينة، من المدينة نبذوه للصحراء، وروح شوف شنو صار به، وهو إنسان صالح، إنسان نزيه، إنسان خوش آدمي، على الأقل على الأقل أنه يخلوه مسكوت عنه ومو يأذوه ويحاربوه. ففي حكومة عثمان انعطفت الأمور انعطافة حادة، لأنه بنو أمية تقووا، بنو أمية شوكتهم قوة، بنو أمية أخذوا مساحة، كانوا ما يقدرون يطلعوا رؤوسهم من الباب، هسه يتمشون بالشارع رافعين رؤوسهم، يحتون بزودهم، يصيحون، يضربون. روح شوف ابن مسعود اللي كان هو خازن بيت المال، منو اللي ضربه؟ منو اللي ضرب ابن مسعود؟ منو اللي ضربه حتى كسر أضلاعه في حكومة عثمان؟ روح شوف عمار بن ياسر من اعتدى عليه، روح شوف أبو ذر من اعتدى عليه، روح شوف ياه كان يتنفس ويقول كلمة حق في ظل دولة إسلامية، حكومة إسلامية، خليفة مسلمين، ما حد يقدر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أبدا، ما يقدر. ردة الفعل كانت قاسية. فهنا انعطافة اللي هي أدت إلما المسلمين بعضهم ما تحمل، ثاروا وقتلوا عثمان بن عفان. ليش قتل عثمان؟ خلي يجاوب الباحث الإسلامي، خلي يجاوب المفكر الإسلامي، خلي يجاوب العالم في الإسلام، خلي يجاوب أي رجل عنده ضمير وحر وعنده غيرة على دينه ومسؤولية، خلي يجاوب ليش قتل عثمان؟ ليش قتل؟ شنو الأسباب والظروف اللي أدت إلى قتله؟ يعني بحيث صار أدى الموضوع إلى سفك دماء، إلى فتنة؟ أنت تدري يعني الفتنة أشد من القتل، القرآن يقول. هذا الواقع اللي عاشت به مدرسة أهل البيت وقاومت من هاي المرحلة، من بعد مرحلتين قاسيتين، حكومة أبو بكر وحكومة عمر ثم حكومة عثمان، هنا الضراوة والقساوة
اللي يتعرض إلها أهل البيت وهي شنو؟ انحراف فكر الناس. وكو مشكلة اللي نقدر نقيم بها ظرف الإمام الحسن سلام الله عليه وقساوة الزمن مع الإمام الحسن، هي المرحلة التي عاشها المجتمع في أي جو فكري. واحد يشك المجتمع بمن؟ إنه هذا الصراع مشروع لو ما مشروع. هاي مشكلة. أنت شفت مجتمعك، فتت المرجعية فتوى هبت الناس بالملايين. ليش؟ لأن الناس فاهم الصراع، تعرف شنو أطراف الصراع، طرف الأول منه طرف الثاني منه، تعتقد بطرفي الصراع كل من هويته وأيدلوجيته شنو، تعرف شنو لما ماسك بيدها السلاح وطالعة جوعانة عريانة. كم جندي وكم مقاتل استشهد هو بجيبه أجرة للرجوع ماكو، كم جندي استشهد هو عتاد بسلاحه ماكو، وشفناهم بأعيننا وعشنا وياهم حتى حفات حفات في قساوة البرد وقساوة الحر، لأن هذا فاهم للصراع، طرفي الصراع مشخصات، مميز هوية الصراع، عقيدته وموقعه ودوره في الصراع يعرفه. بس الأمة في زمن الإمام الحسن تشك هذا الصراع صحيح لو غلط، مشروع لو ما مشروع، بين أمرين متمايزين متضادين متناقضين، واحد يمثل الله واحد يمثل الشيطان، لو لا مشتبه الأمور عليهم. هاي مرحلة قاسية. تدري أنت الإمام الأمة ومرجع الأمة وقائد الأمة لما عند المجتمع يشك بالصراع مشروع لو ما مشروع، شلون ردت فعله؟ هاي النقطة الأولى ردك الشخص ليها في ظرف الإمام الحسن سلام الله عليه. يشكون، مو مثل قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كانت موضحة القضية، بس الدور الأموي والإعلام الأموي خلط الأوراق. فلذلك تلقى علماء علماء تقود مذاهب، مو علماء في مدرسة أهل البيت، لا، العلماء في مدرسة أهل البيت يتبعون الإمام، منهج الإمام يمشون عليه. بس المذاهب الأخرى لما يفتي لهم أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري من يفتي ويمشون ورا فتوى، تشك الأمة بالصراع. هذا الصراع مشروع لو ما مشروع، صحيح لو مو صحيح، هذا واحد. اثنين تشك بالأهداف، الأهداف سلطوية، الأهداف شنو؟ مال، الأهداف جاه، الأهداف سمعة. انت منتبه لكلام الإمام الحسين عليه السلام؟ لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب. ليش؟ لأن الأمة وصلت إلى نتيجة تشكك في أنه هذا النزاع والصراع ليش مشروع دنيوي آخروي. وتدري أنت شقد أكو تحرزات، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فمخاوف النبي وجدية النبي وواقعية النبي في حديثه لما يقول أهل بيتي فيكم كمثل سفينة، ترى دير بالكم راح تمرون بضلالة، راح تمرون بانحراف، راح تمرون بفساد، راح تمرون بإفساد، راح تبتلون الدولة فاسدة، راح تبتلون الحكومة مفسدة، ومفسدة بعد أقوى درجة من فاسدة، راح تمرون بمنعطفات، راح يتحايل حتى ياخذ منك المال، راح يتحايل حتى ياخذ منك الجاه، راح يتعامل لك بالحيلة بالكذب بالغش بالخداع حتى يتسلط عليك، لأن راح يصير فنان عنده خبرة. خو مو أنت قاضيها بالكوفي شوب وقاضيها على الانترنت وعلى الفيسبوك كذا، لا، صارت عنده خبرة، صار له 15 سنة بالسياسة، صار مفتش باللبن، يعرف منين يطلع ويعرف منين يطوب. خو مو مثلك غشيم، خو مو مثلك مصطلحات إلى الآن ما تعرفها بالسياسة. خو إلى الآن أنت المعادلة في الانتخابات ما تعرفها، المعادلة في البرلمان ما تعرفها، أمور تصويت ما تعرفها الآن، ما تدري أنت. يا غافلين لكم الله، كثير من الأمور ما تدري بتفاصيلها أصلا، ما تعرف شنو مصطلحاتها أولها وآخرها. الآن صار مفتش باللبن، هو يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة حتى يعرف شلون، هاي يقولها ومسؤول عليها دنيا وآخرة، يعرف شلون يتحايل حتى على الدستور، الدستور يتحايل عليه ويطلع منه. مو الدستور قانون، مو هذا أبو المرور إذا ما يلقاك لابس حزام
يحاسبك من باب الفرض، ولا انت رجل المرور ما تحترمه ولا توقف له ولا تعبره، مو يحاسبك على الاخطاء بالمرور، مو يحاسبك على، لا، هو عد خبرة وعد دراية وعد فنيات وعد حيلة، الدستور يطلع منه، الدستور اللي حاكمه يطلع منه، وانت الك الله، لان يا غافلين لكم الله، انت ما تدري. فاذا دولة استحكمت، دولة ترأست، دولة معاوية 20 سنة سلطة ومال واعلام، شلون يتعامل؟ فالامة واجهها الامام الحسن تشك بالصراع، مشروع لو ما مشروع لازم يفهمها. قال الحسن يشكون بي حق لو باطل، الحسن يدورون ورا يمشي صح لو غلط، بحيث يوقف له واحد يقول له اشركت وكفرت يا حسن كما اشرك وكفر ابوك. شلون منطق هذا؟ وين وصل المجتمع في ان يتعامل مع قيادته مع سادته؟ سيد شباب اهل الجنة، كلام ما يقبل الغلط، معادلة كتبها النبي وقالها ما تقبل لا التغيير لا التبديل، الحسن امام، الحسن سيد شباب اهل الجنة، ما يجي واحد يتلاعب بيها. بس وعي الامة، ثقافة الامة، تخلف الامة. انت شنو رأيك بمجتمع يزبل يزبل 24 ساعة، لا يشد زبالته بعلاك، لا يحط زبالته بكيس، لا يحطها بالحاوية، يزبل وين ما يريد يزبل. هذا شلون بيه المجتمع؟ شلون يتثقف للنظافة؟ قل لي حل ياها بروح ابوك، شلون يتثقف؟ يلا يم الجامع يذب، بالشارع يذب، من جامعة السيارة يذب، لا يوقف حق، لا يوقف باطل، لا يوقف انتقاد، لا توقف اي شيء. النظافة تقول له منين؟ يقول لك من الايمان. الوساخة منين؟ يقول لك من الشيطان. تنظفوا فان الاسلام نظيفا، مثل حجارة طقها بالحاط وترجع لك. كلمات وحكم كلنا نعرفهن، بس هو يزبل يوسخ. هذا شلون مجتمع شعده عقده؟ شنو صار بي؟ يحب الزبالة، يحب يوسخ، وهو يدري الوساخة مو زينة، يدري مبدأ الإسلام نظافة، ويدري مبدأ الإسلام يريدك نظيف إلى علاقة بالدين. الدوخك هاي صار الدوخك، بحيث تكر واحد يزبل بالشارع تقول له غلط لو صح، يقول لك غلط. اي والله ما يقول لك صح، يقول لك غلط، انا قاعد اسوي غلط. ليش؟ ما عنده إرادة، ما عنده إرادة يسوي الصح، بس عنده إرادة يسوي الغلط. إذا هذا مع احترام لك، الفيش مالته مربوطة بالغلط، محطوطة بالعكس. هذا عنده مشكلة بالفيوزات. هذا يراد له شنو؟ تأسيس تقنين، يراد له شغل. وإلا ذاك اليوم هذا وزير في إحدى الدول أنا وقفت عليها بأوروبا، أنا شخصيا وقفت على الموضوع، وهيج وقفت علي، حتى لا فيسي نقله ولا انترنتي نقله ولا تلفزيون، انا وقفت برجلي على القاع وقفت ارد اشوف هاي الحالة شنو. الوزير نفسه مال البلديات، الوزير نفسه مال الشغل والتنظيف، نفسه بيده، نفسه طلع بالتلفزيون وسوى شيء بالشارع، ولما تروح للشارع تلقاه مطابق، حط اكياس مال زبالة، وكل كيس الى لون، وكل لون الى استعمال، بحيث ثاني يوم من تروح للأسواق، ثاني يوم تروح للمولات للمحلات بالشارع، الكلام الحكي الوزير البارحة اللي هن 3 كلمات ولمدة 5 دقائق، ثاني يوم فت مطبق بالشارع، فت مطبق، ما بيزلقت شعره. يعني مجتمع مستعد، واحكي عليهم بعد، خمر يشربون، صلاة ما يصلون، جوا منبر ما يقعدون، لطم ما يلطمون، سوالف اللي ويا الله وأهل البيت كلها ما يسوها، اللي هي تخلي الإنسان يستعدل ويصير عدل ويفجر عدل ما يسوها. بس تعال شوف ليش. إذا احنا نعرف كل زين المجتمع من يتخلف إيش قد إلى مخلفات، خلنا نحكيها بصراحة، مجتمع من ما يقبل يوعي إيش قد تصير عنده أخطاء، مجتمع ما يحترم القانون تشوفه عشائريا فاسد ومفسد. إيش قد أنتم بينكم ما بين الله، كل واحد بيكم ابن عشيرة، وكل واحد بيكم على الأقل عدة بهاي الكم سنة 100 مشكلة صارت، ما بين كتل، ما بين نهب، ما بين سلب، ما بين دم، ما بين حادث، ما بين قتل متعمد، ما بين قتل خطأ، ما بين تجاوز، ما بين إشكال، ما بين عركة، ما بين شجار، ما بين ما بين ما بين دوسة بيت ما أدري شنو، كلهن كلهن مريتوا بهن. شفتوا الحق يحكم والباطل ما يحكم؟ لو شفتوا الباطل يحكم والحق ساكت متكتر خانس ما إلى كل دور، ليش؟ هذا قانون ما يحكم الناس، الناس تحب تريد تتخلف، ما تريد تتوعى، ما تريد الخير يحكم، تريد الشر يحكم،
ونحن بمقدار بسيط نعيش هاي التجربة. انت تصور بنو أمية لما رجعوا الى الدولة ورجعوا للحكم والمؤسسات الحكم، شنو بداخلهم؟ حب للإسلام والمسلمين؟ لا. شنو بداخلهم؟ مودة للإسلام والمسلمين؟ لا. وإنما يشوهون القضايا، يعرقلون المسار، يلوثون المفاهيم الإسلامية اللي هي تقود الناس نحو الصح. فلذلك عانى الإمام الحسن سلام الله عليه من مجتمع يشك بالصراع. يعني رغم معاوية باطلة، شوف 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 عمار بن ياسر وقف يوم صفين ايش قال؟ قال هاي الراية اللي بمعسكر معاوية قاتلتها أنا 4 مرات، 3 مرات ويا رسول الله، وهاي المرة الرابعة ويا الإمام علي. يعني راية باطل، يعني راية إبليس، يعني راية الشيطان أنا قاعد أقاتلها. لكن مع هذا أكو ناس شكت، أكو ناس ترددت، انقلبوا. ذول البارحة ضربت لك إياهم مثال بالاحتفال، 8000 انخدعوا بخديعة عمرو بن العاص وانقلبوا ضد علي بن أبي طالب، وقاتلهم أمير المؤمنين بالنهروان وقضى عليهم، وقضى على قضية بها انحراف للأمة. يكفر، يعني أنت تدري من أفعالهم الخوارج؟ واحد منهم ضرب خنزير لذمي، أجلكم الله، بسهم، ضرب خنزير لذمي بسهم، راحوا دفعوا دية الخنزير وقتلوا أصحاب أمير المؤمنين. شلون هاي المعادلة؟ شلون الإنسان يفكر؟ خنزير يطل دية مالته، وإنسان يكتله هو وزوجته والطفل اللي ببطن زوجته. شنو اللي يحكم الناس؟ شنو عقلية تحكم الناس؟ شنو الفكر اللي يحكم الناس؟ شنو الذهنية اللي تحكم الناس؟ فالإمام الحسن عاش بهيج ظرف، شلون يتعامل؟ هاي واحد. 2، المصيبتين اللي نزلن بعد غير هذا الشك بالصراع والشك بالقيادة، هو انهزام القوة العسكرية نفسية. الجيش لما ينكسر بيش يقاتل القائد؟ بيش. شوف الإمام الحسين يقولهم خلونا احنا نقاتل، لا احنا نقاتل قبل بني هاشم. شوف الأنصار، الأنصار اضطوا موقف يوم العاشر، ما قبلوا بني هاشم ينزلون إلى المعركة، ما قبلوا بني هاشم يخوضون القتال أولا، إلا الأنصار أولا، إلا أن يبدأون الأنصار يرحمكم الله. لكن أنت لما الجند اللي عادهم ومهيئهم أن تقاتل بهم وينكسرون وينهزمون، وقائد الجيش يفر ليلا لأن الجهة المقابلة، أنت تدريش قد هين لما أنت قائد بمعسكر والجندي مالتك يفر من عندك، يفر يروح لها ليه؟ خاف، يفر يشرد من المعركة للشول للصحراء، ما عندك مشكلة. بس بالله عليك بضميرك إيش قد صعب عليك لما يفر من يمك ويروح للجهة المقابلة؟ هذا إيش قد مؤلم، إيش قد يسبب انكسار وهزيمة في الجيش. يطلع منك يروح للجيش المقابل. عبيد الله بن العباس ابن عم الحسن ابن عمه يواعد معاوية بأن يزوج إحدى بناته ويدز له 100,000 دينار، نصف استلمهن بالليل ونصف يستلمهن بالشام النصف الآخر، وراح انتقل صبح الصبح هو ومجموعة من القادة فارين. ليش؟ دنيا، مال، سلطة، جاه، نساء، هدم، وترك وخذل سيد شباب أهل الجنة. انهزام الجند أدى إلى انكسار القائد. كيف يقاتل بجند مهزومة، بجند اخترقها النفاق؟ هاي واحد. 2، المجتمع ضميره ميت، ضميره مو واعي حتى يحاسب نفسه. على الأقل يقول الحسن صاحب حق، هذا إمام قام أو قعد، ما تذكروا حديث رسول الله، ما تذكروا أن الحسن سيد شباب. فضمير بمستوى من الركود والخوف والموت إلى حد ما تحرك وما نصر الإمام الحسن بالكلمة. يطب له واحد للمسجد: السلام عليك يا مذل المؤمنين. هاي الكلمة اللي يسلمون بها على الإمام الحسن. فمجتمع ضمير ما عنده، وانت تدري الضمير يلعب دور، الضمير يحرك الإنسان يحاسبه حتى من يقعد مرات. يعني انت حتى تشوف نفسك عدك بداخلك واعظ لو ماكو بداخلك واعظ، شوف ضميرك يتحرك بالمواقف لو ما يتحرك.
إذا ضميرك تحرك بالمواقف يعني موجود الضمير، يعني حي الضمير، يعني فعال الضمير. ليش؟ لأن إذا تسرق ما يقبل، إذا تكذب ما يقبل، إذا تظلم ما يقبل، ما يقبل الضمير. يقول لك، وهاي من علامات الواعظ بداخل الإنسان، أنه أكو ضمير يتحرك، ندم. إذا الندم موجود ممكن الاعتذار موجود، ولكن أنت هسه من تتندم على ذنبك تقول لربك أستغفر الله ربي وأتوب. من ما تتندم حتى ما تفكر بالتوبة، من تتندم على ظلمك لزوجتك لأمك لأبوك لأخوك لأختك لجارك تفكر بالاعتذار إليه. بس إذا ما تتندم ما تعتذر من عنده، تبقى مكابر ومعاند. شايف؟ فهنا ضمير ماكو. ولذلك الإمام الحسين شخصها هاي النقطة، شخصها بواقعية أن ضمير الأمة مات، بحيث سوى هاي الثورة حتى رضيعة قدمه حتى يحرك ضمير الأمة. رضيعة الذنب للكبار فما ذنب الصغار، الرضيع انقتل. ليش؟ لأن ضمير الأمة وصل إلى موت، إلى موت، واتباوع بعد واقعة الطف سليمان بن صرد الخزاعي بصرخة واحدة يجمع يم قبر الحسين 4000 اللي الحسين ما اجتمع حول هذا العدد، الحسين ما اجتمع حول هذا العدد. وهذا لا نسبة ولا قياس بين سليمان وبين الحسين عليه السلام، لكن بصرخة واحدة شنو ثورتهم؟ سموها ثورة التوابين. لا فكروا بسلطة، لا رادوا جيش، لا رادوا يموتون، بس لأن ضميرهم قالهم ما إلكم توبة إلا بالشهادة. حتى لو تنتصرون على عبيد الله بن زياد وتحصلون سلطة أنتم باعتبار مو تايبين أبدا إلا تموتون. ولذلك سميت ثورتهم ثورة التوابين، وقرروا الشهادة، ما كانوا يردون هدف آخر. ليش؟ لأن الحسين بشهادته وشهادة أهل بيته وأصحابه، حبيب اللي كان يقرأ ويصلي بالمسجد قتل. لماذا؟ حبيب ما كان جوا القاع، عايش بين الناس، رجل صالح. برير شيخ القراء قتل، زهير قتل، مسلم بن عوسجة قتل، جون قتل، القاسم قتل، العباس قتل، الحسين قتل، رضيعه قتل. هذا كله في كفة سبي العيال، سبي نساء رسول الله، بنات رسول الله جرى. صح الأمة، نبه الأمة وعاها من سنة 63 للهجرة إلى سنة 122 للهجرة، ولا سنة ولا فترة بدون ثورة، إلى أن سقطت دولة بني أمية. ثورة ورا ثورة، ثورة ورا ثورة، جهة ورا جهة، إلى أن قضي الأمر. وهذا منين إجا؟ هذا منين إجا؟ ضمير الأمة في فترة الحسن والحسين أخو الميت، أخو الميت، لا يتنفس ولا يتحرك. بس أهل البيت صحوا، صلح الحسن سلام الله عليه حتى لا ننصف، وثورة الحسين اقراهم سوا، لأن كلاهما ثورة، وكلاهما إنقاذ للأمة، وكلاهما حالة علاج لمرض الأمة العسير ومرض الأمة العضال. لا تفصل بيناتهم. كثير من علمائنا يشوفون صلح الحسن سلام الله عليه مقدمة لثورة الحسين، ما يفصلون بيناتهم، لأن هو اللي كانت تعيش الأمة ظرف واحد من سنة 40 للهجرة إلى سنة 60 للهجرة. هاي 20 سنة فترة سبات، فترة أمراض، فترة شكوك، فترة عجز، فترة كسل، فترة ظلم، فترة فتنة الأمة تأذت بها. فالمعصوم ماذا يفعل؟ جند ما عنده، انهزامية، شك بالصراع، ووجدان ما متحرك، ضمير ميت، أخو الميت، ماذا يفعل الإمام الحسن؟ لذلك صلوات الله وسلامه عليه قال بالحرف الواحد بالرواية التي ينقلها صاحب البحار العلامة المجلسي على ما تخطر في بالي جزء 44، والرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع. ليش صالحت يا ابن رسول الله؟ ليش صالحت معاوية؟ معاوية باطل، معاوية كله سوء، كله شر، كله فتنة. شوف الإمام الحسن شنو جوابه، احفظه أرجوك وسجله كنقطة مهمة. روى الشيخ الصدوق في العلل وروى العلامة المجلسي في البحار عن أبي سعيد قاله
أبي سعيد. أبو سعيد يسأل قال قلت للحسن ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله لما داهنت معاوية وصالحته؟ ليش؟ قال عليه السلام علة مصالحة رسول الله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية. شوف جواب الإمام الحسن الرسمي، جواب الإمام الحسن الملخص، علة مصالحة رسول الله لقريش برواية العلامة المجلس. السبب الذي جعلني أصالح معاوية هو السبب اللي خلى النبي يصالح قريش في الحديبية. يعني نفس الأسباب، نفس الواقعة، نفس الدور، نفس الخلفيات، نفس النتائج، نفس الظروف، نفس الملابسات. شوف اسمع تكملة الرواية، علة مصالحتي لمعاوية، علة يعني نفس بالضبط، علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. شوف الإمام الحسن إذن اقتدى برسول الله، الإمام الحسن امتثل لخطة رسول الله، الإمام الحسن قدام قائد وقدام قدوة وقدام منهاج. معاوية شنو قدامه؟ نفس الأمارة بالسوء. معاوية شنو قدامه؟ الباطل، شرب الخمر، الفواحش، الموبقات. معاوية شنو قدوته؟ منو قدوة معاوية؟ أبو سفيان الجاهلية. معاوية بمن يقتدي؟ بمن يتقنن؟ كلام الإمام الحسن هذا ينطي نقطة مهمة جدا. لذلك راح أنقل لك كم موقف، هذا الموقف بصراحة بلسان معاوية ينطي الانطباع الذي توجه به المجتمع اللي هم بقوا كثلة، اللي بقوا كمجموعة. معاوية ما قدر ينتصر عليهم، ومعاوية عرف أن للإمام الحسن خطة مهمة جدا صلوات الله على إمام الحسن، لأن أراد بها 3 أهداف أو 4، يكفي الوقت نمر بهن، ما يكفي نكمل باكر إن شاء الله تعالى. التفت إلى كلام معاوية بالحرف الواحد، يقول لأهل العراق ولأهل الكوفة بالذات بالخصوص. ليش؟ لأن الإمام الحسن كان في الكوفة. والله لوفاؤكم، الوفاء، لوفاؤكم لعلي بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته. اتعجب من وفاء أهل العراق لعلي بن أبي طالب مع ولده الحسن، لأن ثبتت ثلة مع الإمام الحسن هي العنصر المهم اللي كانت إلها دور وفعالية في ترجمة الصلح، في بيان باطل معاوية، في بيان الضلالة وين، في بيان الحق وين، والهداية وين. شوف كلام معاوية، والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له بعد حياة. شاف حبهم لعلي بن أبي طالب وتفانيهم، شاف نماذج. تدري أنت هذا من دخل عليه عدي بن حاتم، وتدري شنو من مواقف جرت بينات؟ عينه راحت بصفي، قال له وين راحت؟ ابن الزبير يستفزه، وين راحت؟ قال له راحت يوم انكتل ابوك وانت شردت من هزم جبان، وانا على الحق يوم ضربت على قفاك وانت على الباطل. شوف رد عليه الثاني عمر بن العاص، قال له اولادك وين؟ قال له مضوا في سبيل الله وفي حب ابي الحسن. معاوية قال له ما أنصفك الإمام علي، أولاد باقين أولادك انقتلوا. قال له لا والله أنا ما أنصفته حيث مات وأنا بقيت. شوفوا أولاده 3 رايحين وعينه رايحة، فيقولهم لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبكم له في حياته. شنو هالوفاء له؟ ليش؟ حق، عدل، ضمير. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني اللي ترجمة إلى عبد الله ابن الزبير، شي يقول للمعاوية؟ والله لو شاء الحسن، شوف
شوف هذا يبين لك الواقع انه الامام الحسن ليش اضطر للصلح، ليش؟ لان عنده اكو مشكلة مو بالامام الحسن، المشكلة في مجتمعه، المشكلة في جيشه. لو شاء الحسن ان يضربك بمئة الف سيف لفعل. لو الامام الحسن يريد قتال ويريد يوصل الى هاي النتيجة لفعل. لو شاء والله لو شاء الحسن ان يضربك بمئة الف سيف لفعل، ولا اهل العراق أبر به من أم الحوار بحوارها. الحوار ياهو أكثركم يعرفه، هذا ابن الناقة اللي من ولادته إلى فطامة يسمونه حوار، حوار يسمونه. هذا ابن الناقة من أن ينولد إلى يوم الفطامة، هاي من ولادته الفطامة علاقة بر التصاق يلزق بيها ما يفارقها. يقول له والله ولا أهل العراق أبر به من أم الحوار بحوارها. ينقل هاي الرواية في كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصبهاني. شوف إذن هذا الكلام. ثم قال معاوية في موقف آخر: هيهات يا أهل العراق. هيهات يعني كلمة هيهات يسمونها باللغة العربية اسم فعل، يعني بعيد جدا بعيد. هيهات يا أهل العراق، لقد فقهكم علي فلن تطاقوا. شوف يعني ما اقدر اعبر عليكم مشاريعي وباطلي، عندكم ناس تفقهوا وتثقفوا ما يعبر عليهم اي شيء، وهم الجماعة اللي ثبتوا مع الحسن سلام الله عليه، والجماعة اللي ثبتوا مع الحسين. مو باعة الضمير اللي باعوا ضميرهم، مو الجهل اللي شككوا بالحسن، مو اللي باعوا انهزموا، مو اللي ما يفتهمون مواقف المعصوم، لا، الثلة الباقية الثابتة اللي معاوية كان ما يقدر لهم إلا بالغدر. مالك الأشتر ما قدر لمعاوية، سوى له دس للسم بالعسل. وش قال كلمته المشهورة؟ إن لله جنود من عسل. ذول الثلة اللي كانوا يشكلون غصة لمعاوية، عقبة لمعاوية، ذول اللي كانوا يسدون الطريق لمعاوية، بحيث يوم من الأيام صعد على المنبر معاوية قال إن الله حبى قريش بثلاث. الله طى قريش ثلاث أشياء. شنو هي بالله؟ إعلام، تلفزيون عدة، فضائية عدة، ناس يطيم راتب يسوون لك إياه بس هو بس يطلع بالتلفزيون، ما يعطيك مجال أبدا. فلوس، كل سطر مدفوع عليه، كل كلمة مدفوع لها أجرتها، ما يحكي ببلاش، ما يطلع ببلاش، يضلل الناس، يقشمر الناس، يخدع الناس، هذا مو شغله. المهم هو ايش قد في جيبه، ايش قد في رصيده. فصعد معاوية على المنبر قالهم بسم الله الرحمن الرحيم. ملعون السلفة، راح يقرأ قرآن؟ راح يقرأ الناس قرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قالهم نحن قريش، الله ذاكرنا بالقرآن. هاي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. نحن عشيرتك. ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لذكر لك ولقومك. ونحن قومه. والناس صدقت، قرأ لهم من القرآن، قرأ لهم آيات من كتاب الله، إن قريش الله يمدحها بالقرآن والله جاي يذكرها بالقرآن. قام لواحد من أتباع أهل البيت قال له مهلا يا معاوية، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنتم قومه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أنتم بثلاثة، ولو زدتنا زدناك. وإلا معاوية استخدم هذا الأسلوب، يقرأ قرآن وينزل نفسه منزلة المدح ومنزلة المنقبة، ومشت على الناس مثل ما ضربت لك البارحة، يصلي بهم الأربعاء جمعة، يحدث على المنبر وينزل يصلي بهم وهم ولا كأن. هاي الناس تمر عليهم لما يقرأ لهم قرآن، تمر عليهم. فلذلك الإمام الحسن سلام الله عليه ما وجد بدا ولا سبيلا إلا أن يتصالح مع معاوية على شروط وعلى أهداف. أولها أن يأمن الناس في هذه الفترة من الحكومة، الناس تعيش بأمان، قتل ماكو،
غدر ماكو. ارجع من سنة 30 إلى سنة 40، هاي الفترة بالذات، وبالذات حاول لي تلقى الخمس سنوات الأخيرة من 35 إلى 40، هاي الخمس سنوات شوف بيها شقد أكو غدر واغتيالات وسلب ونهب من جماعة معاوية للمسلمين. شوف شقد والغارات اللي صارت، بحيث هو شنو اللي دفع أمير المؤمنين أنه يتحرك؟ لأن غارات صارت وغدر، وضربت لك البارحة مثال أن معاوية يغدر ويفجر. فالشرط المهم في هذه العشر سنوات أن تعيش الناس بأمان. ليش؟ خل أحكي لك جانب نفسي بهالدقائق الأخيرة ونكمل باكر إن شاء الله. الناس تمل، الضوج تطلع روحها من قد الحروب، إذا حرب ورا حرب حرب ورا حرب، الناس تقول ما تحب الحرب، الناس تقول ما تحب السيف والسلاح، الناس تقول ما تتوجه، يعني حتى عقائديا يصير صعب، ما تقوم تتحرك حركة باختيارها وبقناعتها وبإرادتها. فلذلك الناس حرب وحرب، قتال ورا قتال، موت ورا موت، كل هذا يجري، الناس ردت فعلها تكون صعبة جدا. وهذا صار في تجربة أمير المؤمنين نسبة منه، وفي تجربة الإمام الحسن نسبة منه، وفي تجربة الإمام الحسين نسبة أخرى منه. فالناس هكذا، الإمام الحسن طرى المجتمع، درس نفسية الناس، عرف شنو الأبعاد اللي تأثر بالناس، وقرأ الحدث قراءة واقعية، فطالب بالأمان، أن ما يصاب أحد بأذى، أن تعيش الناس عيشتها تعيش بأمان. وهذا حقق الإمام الحسن من سنة 40 إلى سنة 50، 10 سنوات قبل أن يقتل ويغدر، حقق نسبة كبيرة من عنده أمنت الناس، وهي هذا شرط مهم جدا. هذا واحد. 2، إيقاف سب وشتم علي بن أبي طالب. هاي نقطة كانت كلش مهمة وجوهرية من شروط الصفح. ليش؟ لأن أهل الشام ما يعرفون عن علي شيئا. سنة 40 للهجرة اللي استشهد بها أمير المؤمنين وقفوا أهل الشام، التاريخ يثبته، تاريخ الطبري، تاريخ المسعودي في مروج الذهب، اقروا كثير من الكتب التاريخية شو تقول؟ أن أهل الشام سنة 40 للهجرة طرحوا هذا السؤال على معاوية، قالوا له يا معاوية بلغنا أن علي قتل في المسجد، قتل وهو يصلي، فكيف تقول لا يصلي؟ التثقيف والإعلام لسنين طويلة أن علي بن أبي طالب رجل مو من أهل الصلاة، ما عرفوا أهل الشام علي يندل القبلة ويركع ويسجد إلا الحادثة اللي قتل بها في المسجد. وهذا ابن عباس سألهم عن علي بن أبي طالب، قالوا لا ما نعرف عنه شيء، معاوية يقول كذا وكذا. بعدها في بيت معاوية، في قصر معاوية، في مجلس معاوية، في محضر معاوية، ووزراء وحكومته وبرلمانه، ضرار صاحب أمير المؤمنين يوقف قدام معاوية يوصف علي بن أبي طالب حتى بكى معاوية، إلى أن بكى معاوية وقال كلمة أمام الملأ، والله إنك كما قلت وأكثر، يقول مثل ما قلت وأكثر. وإلا الإمام الحسن حط شرط أن علي بن أبي طالب لازم يوصل صوته للشام، لازم توصل ثقافة علي. ليش؟ لأن علي صوته صوت القرآن، علي هو القرآن الناطق، لأن علي بن أبي طالب صوته صوت القرآن، صوت الإسلام، روحه روح القرآن، روح الإسلام، نفس رسول الله، منهج رسول الله. فلذلك تعرفوا على أهل الشام وعرفوا، صار يوصلهم صوت علي، منهج علي بن أبي طالب بأبي أمي، يمر على النفايات ينطي موعظة، يمر على المقبرة ينطي موعظة، يمر على القصاب ينطي موعظة، يمر على أبو الخبز ينطي موعظة، يمر على اللي يبيع ويشتري ينطي موعظة، بالمسجد موعظة، على المنبر موعظة، في الحرب موعظة. علي بن أبي طالب يقاتل ويتصبب سيفه دما، وهو يتصبب دما وعرقا. وإجا واحد قال له يا علي شنو معنى قل هو الله أحد؟ جاوب أمير المؤمنين وسط المعركة، ما كان بأبي أمي يتوقف أو يتعطل. فعلي بن أبي طالب دول الشام إذا ما يعرفوه شو راح يصيرون؟
ذولا إذا ما يفتهموه. ولذلك أنطيك فرد الدليل يأيد هاي الفكرة. اقرأ خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الشام على المنبر، تلقى نسبة أكثر من 60% بالخطبة هي بحق علي بن أبي طالب، إلى أن يقلهم ولم يكفر بالله طرفة عين، ليث العراق، كبش الحجاز، يعطيهم حداثيات وصفات لعلي مال شخص إلهي، مال شخص رسم القرآن ورسم معالم الإسلام. فلذلك شوف أهل البيت انعطفوا بهذا الجانب انعطافة حادة، أنه يعرفون أهل الشام منو علي بن أبي طالب، منو أمير المؤمنين، منو اللي يستحق كلمة علي بن أبي طالب، ومواقف أكثر نعرض لها باكر. إذن الإمام الحسن سلام الله عليه حقق نتائج، والبارحة قلت لك كلمة نفصلها اليوم بنسبة وباكر نفصلها أكثر، أن الإمام الحسن قدم أطروحة وقدم فكرة بعقله وهو وظيفته، إمام معصوم، سيد شباب أهل الجنة، إمام قام وقعد، أن الحرب مو هي اللي تعالج مشكلة الناس وتحل مشكلة الصراع وتحل أزمات الناس، لا، هناك أشياء يراد لها وعي، يراد لها ثقافة، يراد لها مرونة، يراد لها شوية عقل ينفتح، مو عقل قافل، مو عقل محجر، يراد لها عقل يتعامل ويا المعصوم بتسليم، هذا إمام معصوم الله مختاره، مو أشكك بكلامه، مو أشكك برأيه، أنا هسه نصير لك قائد وأجي أمرك وأنهاك، هم إلك حق تشكك، تقول لي أنت استشاريت من، أنت سألت من، أنت عندك دراية، عندك بعد، تشكك حالي حالك أنا وأصير قائد عليك. بس المعصوم لا يناقش لأنه يمثل الله عز وجل، المعصوم يمثل القرآن، ترجمان القرآن. وما بقي من الكلام على غد إن شاء الله تعالى، الآن نتوجه بقلوب صادقة لقراءة دعاء يوم 15، لأن احتراما لكثير من المواقع واحتراما لكثير من الأماكن، وشيعة آل البيت في شرق الأرض وغربها ما زالوا يحتفلون بولادة الإمام الحسن. فالليلة نختم بالدعاء إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله نقرأ مصيبة الإمام الحسن بإذن الله بعد أن نتمم الكلام إن شاء الله. الآن أوجهك توجيهين قبل لا أتوجه للدعاء وقبل لا أتوجه إلى ختام المجلس. دعاء يوم 15 نقرأ الآن ونقرأ بعد شوية ضمن فقرات الدعاء. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين. الله، شلون كلمة طاعة الخاشعين. واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين. الرجوع إلى الله، الإنابة الرجوع إلى الله. بأمانك يا أمان الخائفين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله من دعا بهذا الدعاء قضى الله له 80 حاجة من حوائج الدنيا. ولك يا بني آدم شو تريد بعد؟ ولك يا ولك هيك التسهيلات، ولا شايف شلون تسهيلاتها؟ 80 حاجة، دنكت روحك من فوق لجوا يطلع عن حاجاتك 6-7 بس، يعني 80 حاجة. بعش أنا ليش قدمت؟ وبعد شوي نقرأ هذا الدعاء، بعد شوي نقرأ صوت جماعة إن شاء الله. من دعا بهذا الدعاء قضى الله له 80 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، وبعد اسمع 20 من حوائج الآخرة، يعني قد المجموع. ولك بعدها دلال، هذا والله دلال، والله واحد مدلل عنه شينها. 20 حاجة من حوائج الآخرة، ورفع له في جنة الفردوس. اعطي مكانة الله بجنة الفردوس، نسأل الله أن يرزقنا الاستجابة. عمل الليلة صلاة ليلة 16 12 ركعة، يعني مثل الصبح شقد؟ 6 مرات مثل الصبح، زلاطة ما يراد الانشي. 12 ركعة الحمد مرة والتكاثر 12 مرة، لو تكتبها بورقة سورة التكاثر، لو تكب القرآن كيفك، كب الموبايل بس شوية لا تطي اتصال، خابي يدقون عليك بالصلاة ويقول ألو، خابي تجيك رسالة بالصلاة على الفيس مدري علي من وتعوف الهاكم التكاثر وضلت تقرب الرسالة. اي فطي شو اسمه، فطي وضع مو مال اتصال، خوش مو تقول ما حد قال لي، مو تقول ما حد دلاني، اطي مو اتصال، بدون اتصال اطي، وطلع سورة التكاثر. ولا كلش كل ان شاء الله يوفقك.
اكتبها بورقة او تكبر القرآن سورة التكاثر 12 مرة، الحمد مرة، والتكاثر ايش قد 12 مرة، 6 صلوات 12 ركعة في كل ركعة 12 مرة. اللي يصليها الله شيطين خرج من قبره ريانا. الله ولكم الوادم كله تطلع من قبورها يابس ريشها ريشها يابس. خرج من قبره ريانا وينادى له بالشهادة ويؤمر به إلى الجنة بغير حساب. حار ومكسب ورخيص، شو تريد بعد؟ حار ومكسب ورخيص. هذا عمل الليلة 6 ركعات 12 ركعة، الحمد مرة والتكاثر 12 مرة في كل ركعة. نسأل الله التوفيق. الآن نتوجه بقلوب صادقة، نقدم الإمام الحسن سلام الله عليه شفيعا لذنوبنا وبابا لقضاء حوائجنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا. توجه بقلوب صادقة. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلتان وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. 5 كلمات: يا أولا ويا آخرا ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب جمعة، أمن يجيب عيدك وصوتك، أمن يجيب اقرأ معي إلهي بفاطمة والسر المستودع. إلهي بحق كريم آل البيت
إلهي بحق أبي محمد الحسن، إلهي بحق هذه الليلة، اللهم عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأم، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم انصر ابناءنا المقاتلين نصرا عزيزا، اللهم بحق إمامنا الحسن شافي كل مريض، من أوصانا بالدعاء والمنظورين، اللهم اقض حاجة كل محتاج لا سيما المحرومين من الذرية بحق إمامنا الحسن يا الله. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد. اللهم الليلة جمعة بحق هذه الليلة اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. خلونا نقرأ الدعاء سوية. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخاشعين.